فيش حدا بده ساعات زيادة؟ مرحبا. بحب احكي لكم انه انتم بمحل ببيع وقت. نحن بنبيع من 6 ل 7 ل 8 ل 16 ساعة. انا اول شارية. I need a lot of time, right? Yes. شو رأيك لو أنا أحكي لك بتعطيك 7 ساعات زيادة؟ عندي السكاي دايف. Crazy things يعني adventures, camping, عمل مقالب مع أصحابي. Shopping, أكيد, movies. Spending time with my family. الشخص بالسنة بقضي حوالي 16 ساعة بمحطات البنزين. أنت بتخيل؟ 16 ساعة في السنة؟ مستحيل. طب احنا نبطل نحط بنزين بقى. You wanna know how I sell time? I am all ears. تفضل معي. بقدم لكم مجموعة سيارات شيفروليه الجديدة اللي تعتبر من أحسن السيارات بتوفير البنزين ضمن فئتها، وهي بتساعدكم لتقضوا وقت أقل بمحطات البنزين. ما شاء الله. واو. Now when you get the Malibu, it will save 8 hours. وفيها Auto Stop Start Technology. Equinox 1.5 لتر تيربو بتوفر لك 6 ساعات بالسنة. يا عم اشتري عمرك يا عم. ترافيرس 7 ساعات بتوفرهم سنوياً مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بتسع سرعات. بروح للبولت ما رح تشوفي محطة بنزين أصلاً عشانها هي سيارة كهربائية بالكامل. Those queues in the petrol station. Yeah. Oh man, they are just so annoying. ياي أنا بكره ريحة البنزين. لما تشحن الشيفروليه بولت كامل بتمشيك حتى 520 كيلو. Now you have 16 hours. I could finish a whole season. أنا صراحة حاخد 2. أنا عجبتني الفكرة إن أنا أشتري وقت. While you save fuel, okay. You're saving money. فلوس صح. هذا الشيء الأهم. إذا أنا وفرت وقت وفرت بيزات خلاص. نعمة من الله. الحمد لله يا رب. خشبك خشبك خشبك.